سلام حبوباتي ان شاء الله نلقاكم في هاد الفيديو بخير على خير ان شاء الله تكونوا مهنيين وبصحه جيده ان شاء الله توحشتكم بزاف بزاف نتمنى كامل تكونوا بخير أنكم تكونوا مهنيين ما تنسوش قبل ما تفرجوا هاد لا فيديو آه، تكملوا آه، قبل ما تفرجوا هذا لا فيديو لي جيم وتخلوا لي تعليق هكا باش ترجع القناه كيف كانت وتكبر نقول لكم حبوبات قلبي نبداكم بروتين اليوم هذا هو اول روتين صورته بعد المرض يعني الزوج تاعي كان مرض كورونا وتقريبا هذا الفيديو راه عنده واحد الشهرين من اللي مسجل في القناه كل يوم نقول يا نسمي المونتاج ورجع لهم والله يا البنات تعب المرض ديغوتاج الله مستعان وخلاص الحمد لله البارح الخميس اليوم راني نسجل الفيديو بالجمعه ان شاء الله نحط لكم بالسبت البارح الخميس والله يا البنات صدقوني أه نقعد زد سوايع وانا حكماتو باش ندير المونتاج وهدرت منه أه يعني هدرت فوقه ودرت له المونتاج اكثر من ست مرات كين نجي نسجلو ما نلقاش الصوت وكين كين نسجلو ما نلقاش خلاص الاوديو هذاك المهم الله مستعان وخلاص شوفوا البنات كيفاش كانت داري كانت كارثه آه... قولوا لي نسري كيف خليتي دارك هكاك واش نقول البنات لو سخت العام يتنحى في قلت لكم يعني لظروف صحيه مرينا بها والحمد لله آه... شوفوا البنات كارثه بعد ما برا يعني الزوج تاعي مرض قصي بالكراجم ولا غريب هنايا نضل رفدات كامل المهم خليت الدار كنت نطيب <applause> كنت نطيب نغسل الماعن نغسل الحوايج ننظف لي سانيتير وهذا ما كان يعني حاجه واحده اخرى ما كنتش نديرها هنا يعني حبيت أقول لكم قلت لكم هنا الزوج تاعي يعني كان مريض شوفوا البنات هنايا هذوما البلاين تاع الماء كنت نشري الماء وما كانش يروح يرمي لي لابوبال يعني كثر خير سلفي الحمد لله يعني حتى جارنا مسكين انا يعني جيراني كامل مان <applause> ما نقولش واحد بصح واحد جارنا مسكين والله ما خلانا آه راجل رحمه آه شوفوا البنات مسكين اي حاجه نحتاجوها ولا يروح يشريها لنا كان يجيب الزوج تاعي الفرم الفر الفر اللي باش يضرب له اللي باري المهم الزوج تاعي مسكين ضراته بزاف بزاف الحمد لله رب ان شاء الله يحفظه لي ويخليه تاج فوق راسنا يا ربي شوفوا البنات هنا كيفاش راهي نحكي لكم آه في هذا المونتاج ديجا كنت حكيت لكم من قبل مع واش حكيت لكم راني نسيت آه راكم تشوفوا البنات هذه سميت فستانه، عندي الصالون تاعي هو البارد خلاص في الدار نحط فيه السميد باش ما يتكوز ليش شوفوا هنايا هذا البلطو تاعي لقيته مقطع وحده مع على باليش ثاني واش صرالو اللي جوي تاع كل بلاصه هذو ما يعني آه ما عندها جيراني يعني كثر خيرهم كما كان الزوج مريض مرات يقولوا لي والله ما طيب يعني قعدي لتهي بالزوج تاعك ويبعثوا لك كثر خيرهم ان شاء الله في ميزان حسناتهم وهنا كما راكم تشوفوا كما قلت لكم اللي جوي تاع قصي آه نحكي لكم البنات يعني آه بزاف يعني جزء واحد الاوقات صعبة جدا جدا آه كل ما نقول نرجع لكم ما نرجعش بزاف بنات يعني معايا في الفيسبوك يقولوا لي نسرين يعني مرات البنات نحط لي ستوري مرات نصور مرات هكا و ما نقدرش ندير المونتاج كاين الأخوات قالوا لي نسرين نرقي نسرين هكا والله البنات كنقول عكوسات كل حاجه راهي تنعكس في حياتي كل ما نجي حاجه انا نخمم في الشمال هي تروح في الجنوب انا نخمم في الغرب هي تروح لي في الشرق المهم الله مستعان وخلاص شوفوا البنات الكارثه كيف راهي الدار أه باش نقول اول مرة داري صرالها لها هذه الحالة بلا رحلة دايما داري تكون هكاك الايام اللي نكون فيهم نرحل نكون نتري القش تاعي اللي يترمى يترمى اللي يتنظم يتنظم اللي نقارديه نقارديه يعني هذه الحالة راهي صارت لي بلا رحلة ما انه تعبت كنا خرجنا فاكونس وحنا في نص الفاكونس الزوج تاعي يعني مرضى رجعنا الحمد لله يا ربي يعني هكا ولا اكثر من بعد البنات تعرفوا كي تخرجوا فاكونس كيفاش تكون الحاله وكي تولوا كيفاش تكون تاني المهم كيما نقول لكم يعني انا فريمون تعبت وكنت نسيت هذا الطاقه تاع الصالون سيتها مفتوحه وكان عندي ضياف جاييني بعد ثلاثة ايام تخيلوا بعد ثلاث ايام عندي ضياف جاييني تبهدل كيفاش نقابلهم بهذه الحاله وما عندي والو في الدار وكل حاجه بعد ونفس اليوم راح تدي تقوسي للطبيب تخيلوا نورمالمون اثنين كانت ثلاثه وقيلة ثلاثة آه ما نكذبش عليكم ما دخلت بكري آه ولازم نشريع فايس للطمينة تاع للمولد يديها دي معاه وحالتي كارثة من بعد قلت والله يعني نعاود ندير يعني نتكل على ربي سبحانه ونبدا نقي حالتي بشوية بشوية قلت أهم حاجة نقي الصالون ونقي الكوزينة ونقي لي سانيتيغ قلت حاجة حاجة وحدة أخرى يعني سهلة وحتى يعني إذا ما قدرت ما كفانيش الوقت نقيها يعني حتى واحد ما ورا راح يدخل لا تاعي ولا بيت القعاد ولا المهم راكو تشوفوا البنات الغبره اللي كاينه أه راني نحكها بيان نستعمل العملاق يعطي ذوق يهبل وينقي الحاله من بعد نزيد جبت باسينه يعني فيها الماء نظيف وكامل نشلل ونرجعهم يعني فريمون تخرج النتيجه هايله يعني درك تشوفوا النتيجه قدامكم أه من بعد صورت البنات عشان نقول لكم ما كملت خلاص بكري حتى زعما هكاك زوج تاع الصباح باش كملت لزوج تاع الصباح باش كملت مي الحمد لله يعني كنت قدها وكملت كلش يعني فوسيت على روحي مع انه ما, ما كنتش حابه نفوسي على روحي باسكو ولا غير غير للمرض والتعب وكامل كي تفوري فوسي الانسان على نفسه راح يمرض يعني صح دارك تنقى وكامل من تيا كي حتمرضي وتعاود دارك ترجع مسخه المهم هنا لي جوي تاع يعني حنديهم كامل هذيك الشومبره تاعو اي سلام نسيت قلت لكمش باللي الشومبره تاع قصي درتها هذا النهار بالذات درتها بيت الكركبه يعني كل حاجه حطيتها تماك الحاجه اللي نلقاها في الارض الحاجه المسخه الحاجه اللي ما نحتاجهاش حطيتها كامل تماك ومن بعد قلت قلت كي نقي داري ندخل هذيك الشومبره اللي يتغسلوا يتغسلوا واللي يطيشوا يطيشوا واللي يترتبوا يترتبوا شوفوا البنات هنا الغبره اللي عندي هنا يعني شفتوا راكم شفتوا من التحت راهو كاين المهم جاراج مش جاراج مهم هكا يحطوا مواد البناء وكامل سيما والباربا وكلش على بها عندي الغبرة وعندي الغبرة بزاف بزاف وش حنقول لكم قبل ما ننسى حنفتح جروب في الفيسبوك واني حنفتح باجة في الفيسبوك باسمي وبإذن الله البنات وصفات يعني حن يعني دايما تلقى وصفاتي مكتوبة والوصفات المكتوبة يكون فيها اسمي هكا باش ما نقولكمش قناتي تن نشهر ولا راهو عندي البنات ربع سنين في اليوتيوب آه, الحمد لله مع انه ما حقي فيه ومع انه تعبت كاين بزاف اخوات لي قالوا لي نسرين آه, قدمي شويه في قناتك يعني تقدمي ماشي قدمي تقدمي شويه آه, زيدي جيبي عفاي زيدي جيبي الديكورات نقول لكم البنات القناه باش تكبر آه, تكبر بالفيو تكبر بالمشاهدات كي دخ كي دخني مدخول آه, مادي يعني لاباس به انا ما نشحن نبخل على القناه وما نجح ندخلكم بالافكار ولا بالمسابقات ولا كاش حاجه مي لو كان نقول لكم <applause> تموتوا بالضحك آه ما دخلتنيش خلاص يعني مدخول من قبل رمضان ما تخنيش تخيلوا من قبل رمضان ديجا حطيت في رمضان فيديوهات وبعد رمضان حطيت شويه وهذيك الفتره اللي رجعت لكم حطيت شويه هكاك ما تخنيش خلاص يعني ما لحقتش هو كي تلحقي الحد الادنى تاع الخلصه تاعك هي 70 يورو يعني مليون و400 تخيلوا البنات يعني قناتي من بعد من رمضان قبل رمضان ما تخني حتى تا دور فيها مي الحمد لله نقول لكم البنات محبتي لكم اللي تخليني نرجع سنو ماديه جامي لو كان عيني باش نرفع يعني العدد المشاهدات ولا باش نزيد نطور في القناه ونخدم راني خدمت كاين بزاف اخوات يقول لك باللي دراهم اليوتيوب بزاف وكامل وماكوش شبعين دراهم أه صدقوني ندعم كل وحده فيكم تفتح قناه وباذن الله نكون انا اول داعمه لها الحمد لله يعني هذه هيش افتخار براحي مي دائما البنات حاطه التعليق المثبت ديما ندعم فيه قناه جزائريه بنت بلادي ولا وليد بلادي سينو نقولكم باللي اليوتيوب صح فيه دراهم فيه دراهم اللي عندهم مشاهدات كبيرة ماشي تحت الألف والألفين وثلاثة آلاف والعشرة آلاف اللي راهم بمية ألف ومية وخمسين ألف وكامل ويخدموا في لي بيبليسيتي من قناتي أنا كنت شوفو كل ليش فيها بالنسبة للأسبيراتر لأب.. ديالي اللي <applause> سقسيتوني عليها دايما تقولوا لي نسرين يعني الأسبيراتر تاعك منين شريتيها وكلش شوفوا البنات شريتها من جوميا الحمد لله يعني جات هايلة تهبل كنت شريط بيتخا واسبيراتور البيتخا بعثوه لي مكسر وما حبوش يرجعوا يده ولا يسقموه ولا يزيدوا لي البياسه اللي ناقصه والاسبيراتور الحمد لله جات هايله فوك البيتره تاعي مازالو مازال ما خدمتو مازال ما ما على باليش هو يعني حتى في حياتي الشخصيه ما على باليش البنات اهملت روحي بزاف اهملت نفسي بزاف وصح العين حق الحمد لله على كل حاجه يعني دائما كما يقولوا كل كل عثره يعني زدت قوينا الحمد لله آه عندي بزاف فيديوهات صورتهم في القناه آه مازال يعني صورتهم للقناه مازال برك ما حطيتهم مازال ما درت المونتاج انا قلت اول فيديو نحطه معاكم هو البدايه وجاني واعر جاني المونتاج واعر آه ما عرفتش نهضر <applause> ما عرفتش نهضر ما عرفتش نصور المهم البنات شوفوا شنو نقولكم مشترك آه يعني نقيت كامل التواقي ديالي الباب آه كلش نقيته اسبيريت آه آه وسموم لي المخايد ريدو يعني ما شاء الله شوفوا البنات هنايا الغبره الغبره اللي عندي حتى شوفوا الطابله كيف راهي يعني ما كنتش مستعملتها قلت لكم مع المرض كامل وقيل شهر ونص ما حطيت فوقها ما استعملتها ما والو آه كرفت آه لا ناب ديالها لقيت الكارثه من تحت المهم لا ناب درتها آه نغسلها بيدي هي وهذوك لا ناب تاع طابله الميدال التحتانيه ولا نابخون ولا نغسلهم بيدي وشنو عندي ماشي استيوس كامل نعرفوها نخمرهم البنات شويه في الاريال ونحكهم بيدي يعني ما ماشي نحن نغسل ونشللهم ونشل لهم ونشرهم نخمرهم ساعة ساعة ونص هنا تاني الكراسة تاني ننقيهم كامل ودرت لهم برودوي تاع الغبرة باش يقعدو يبرييو والحمد لله اقترحوا عليا اسم الجروب اذا سموه نفس الاسم القناة واسم يعني صفحة لاباج تاع الفيسبوك يعني اذا يوميات ومطبخ نصرين المهم حبوباتي هنا ثاني نمسح كامل هذو هذي هذه المبخاره ما شاء الله تهبل يعني الشكل تاعها شباب وكي تمسحيها وكامل يعني تنظف شوفوا هنا هذه تاع بورت, بورت بابي البنات آه ثاني الغبره يا وكاري فكاري ثو خلاص هنايا هذا لي سيغ برك تاع لي ساشين واسي بيه لي ساشي ان شاء الله في كاش يوم نشارك معكم في كاش تدبيره هنا سنيوه تاعي ثاني نمسحها وكلش ونزيد المداد شوفوا شوفوا البنات الغبره ومن بعد بعد ما كملت مسحت كامل الغبره وكامل هنا نجيب ناصبيري الارض شوفوا كي تاسبيري والله ذا السياق يجيكم يعني يجيكم ساهل ويجيكم كلش والحاجه المليحه في الاسبيراتور اي اي كش نقولوا حجره صغيره فتيت ولا اي تنحيه كامل يعني كي تسيقي تسيقي يكون الماء يعني حاشاكم غير تكون فيه الغبره ما يكونش فيه صليح ومن بعد تتغنجق الحاله هنا شوفوا البنات كانت 12 تاع الليل وهذاك وين كملت ولازم نفور السميد للطمينه تاع قصي باسكو كانت عندهم حفله في الروضه إن شاء الله نشارك معاكم مقتطفات وش لبست له وش درت وكلش بربي إن شاء الله هنا البنات يعني احنا ناس الوسط السميد تاع الطمينه نفوروه من بعد نحمصوه باسكو يعني احنا الكبار ويوجعنا يعني الكولون تاعنا كيفاش مساكن هما صغار نديرو لهم السميد هكاك وكامل بعد قلت والله يعني ما نطبعش هكا كبار آه نروح نديرو آه ايفور وشوفوا البنات هنايا كي نحيتو كنت مازال نسيق صال دو با والتواليت آه مازال ميم يعني الكولوار مازال ما نشفتو كامل مهم فارلي بعد ما فار كملت السياق تاعي لازم اللي هي يبرد على بيها قلت لكم واسيتو هنا عندي شويه تاع الجلجلان حمصته ورحيته ودرت لها شويه تاع المكسرات كان عندي لوز وجوز بيستاش محمص تاني زدت رحيتهم هكاك شويه شويه وطمينا تاعي سميد للطمينه ثاني استحمصتو آه وشنو ما حمصتوش كامل حمصت تقريبا الكيلو اللي معه معاه والكيلو الثاني خليته قلت حتى الغدوه نكون اه لازم نكون استعفيت شويه شوفوا تضحكوا عليا البنات هنايا كنت نحمص وعيني مغلوقين من بعد واش درت جبت الكرسي وحطيته هنا سيبون الكرسي حطيته البنات قدام البوطاجي قدام لا بلاك شوفونت وبديت يعني نحمص فيه باسكو يدي في لي الوقت هنايا ما يعني كان زدتي شويه الفرنو راه يعني يتحمص لك نورمال باسكو علاه مفور يعني ما راح يوجعنا في الكرش بصح انا والله يا البنات نقصت له الطرف خلاص هذا الكميه وقلة نص ساعه باش تحمصت ويماجينيو كميه ثلاث يعني ثلاث مقالي اللي حمصت مهم تعبت خلاص نقول لكم حبوبات قلبي ما تنسونيش بالدعم ما تنسونيش بارتاج. ان شاء الله باذن الله نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله ونحبكم بزاف بزاف وتهلاو لي في صحيحتكم وما ننساش قبل ما نروح آه كيما قلت لكم اللي مازال ما دارلي لي جام يدير لي, لي تعليق هكا باش يطلع الفيديو ونقول لكم ثاني البنات الفيديو الجاي والله خلوا لي في التعليقات واش ندير لكم اسك نقول لكم واش داك القصاي ولا فيديو تاع الضيوف تهلاو في صحيحتكم ونتلاقاو في فيديو جديد سلام سلام حبوباتي ان شاء الله نلقاكم في هاد لا بخير على خير ان شاء الله تكونوا مهنيين وبصحه جيده ان شاء الله جيتكم فيديو اليوم فيديو مغاير على الفيديوهات السابقه على الروتينات على إيه تنظيف على الطبخ على كامل هنا إيه جيت شاركتكم معايا هذا الفيديو إيه هنا حبيت نحن نركب لي زونغل كما راكم تشوفوا إيه دائما الوحده تحب تغير كامل ويعني ركبتهم لبنات عند سلطانه اللي فاتحه في اوريسيا ما شاء الله خدمتها روعه 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 كما راكم تشوفوا يعني دير بزاف عفايس يعني تركب لي هنا خدتها مريو ربي يحفظها ان شاء الله إيه تخدم خدمه بالشان والطباع كما يقولوا آه انا هنا في اوريسيا تقريبا البنات عندي ثلاث سنين ثلاث سنين داخله رابع في اوريسيا صدقوني آه الخدمه كيما تاع مريم ما شفتهاش تلقت الحواجب ما شاء الله تخدم خدمه تهبل آه هنا قلت لكم البنات يعني فتحوا كانوا فتحوا جديد هنا هذا الفيديو ما درتوش دوكا درتو البنات مع العيد آه يامات العيد لي درتو وصدقوني خدمت بيهم شويه تاع الشغل وكامل وهكاك وقعدوا لي هما هما يعني ما لهم وعلوا. دو كنتو ما لهم والو دوك نتوما تشوفوا النتيجه قدامكم قلت لكم البنات يعني تركب الشفارتين دير البالياج تاعها يهبل اه لي ما تاعها شابين يعني ما شاء الله الالوان كيما راكم تشوفوا عندها الوان شابين عندها الوان صيفيه الوان شتويه والوحده كي تكون يعني أنا بالكم البنات فواحد لابيريود يعني نورمال ما نصلوش فيها هذيك لابيريود يعني الوحده تهتم فرحات روحات تيكي تكون شابه يعني عكس الايام العاديه صلات وكامل ما تقدرش ديرهم مي عندها يعني سمانه تتمتع وتمتع روحها وتمتع الزوج تاعها بيهم كي راكم تشوفوا البنات يعني اول حاجه راهي تتجمليت فاكت هي الاصليين يعني لازم تبردهم وتنقيهم مليح نحي الجلد الميت كيما راكم تشوفوا قلت لكم يعني سلطانه جايه البنات قدام الحمام نخلي لكم انا رقم تاعها ونخلي لكم لاباج تاعها فيسبوك واش نقول لكم ونعم الناس يعني ما شاء الله تعرفت عليها والحمد لله أه بزاف ناس ملاح كما قلت لكم انا يعني كنت جوزت رمضان قعدوا لي 3 جو للعيد ولا رحت نركبهم <applause> وكنت البنات واحد الحلوه مازال ما درتها ولا وكامل من بعد ولا غير خدمت بهم صدقوني ما لهم والو وقعدوا هكاك اصلا نهار حبيت نحيهم بالسيف باش تنحاولي يعني يخدموا واحد الخدمه بالشان والطبع يعني يتقنوا الخدمه تاعهم وقلت لكم مريومه يعني ليستيتيك سبيسياليتي تاعها في الصالون وعفاف تخدم بالياج دير ليكولور ليماش البروتين واش نقول لكم البنات والله مانيش نمدح فيهم من ما شاء الله هنا تسمحوا لي برك على الصوت تاعي باش كي جيت من الفاكونس مرضنا شوية الحمد لله الله مستعان قلت لكم البنات أنا كيفاش اكتشفت سلطانة ديجا كنت من قبل شوفوا نحيت البنات كنت دايرة ليماش بعد نحيت ليماش درت الغو تخيلوا الأحمر هذاك الغو اكبر ندامه وننصح كل وحده يعني تحب هذا اللون وانا كنت شهيت وكنت نقول لا لا ندير ونبدل ونبدل لوك وكيما كيما تعرفوا كامل نسا يحبوا يبدلوا انا كي درتو البنات اكبر ندامه درتها خلاص ما نقدر نصبغ فوقه ما يخرج لي لا فوقه ما نقدر ندير حتى حاجه ولا شعري يتكسر شديت درت البروتين من بعد البنات ما نجحليش البروتين فيه ما يباليش اسك الغو واش كانت مخلطة لي لي كولور فيه ماشي ماشي عفاف يعني مش سلطانه كنت درتو عندنا البنات في بومرداس قلت لكم داك البروتين ما خلاص من بعد شديت شديت درت قولولي لي يا درت البخوتين وبعد البنات قلت نديكابي نديك ندير ديكاباج ونشوف اذا يعني كي ديكابي يا خيت كلاغسا قلت اذا نقدر نصبغ فوقه ولا ندير لي ماش انا نحب لي ماش ونحب البالياج يخرج عليا يعني الشباب هذاك اللون بصح ما فهمتش قلت لكم الامراض ديكابي طرو فوا لا ولا كاتفا ومن بعد كيما كنت أنسان حبست الديكاباج سي خليتو هكاك تمك شعري المشكله المشكله, المشكلة تاع شعري بدا يتكسر ونشف وسبحان الله تقول ما شعري يعني انا وليت استغربت قلت امبوسيبل هذا شعري كي البنات طرحتي خيالكم كان عندي غوسس اغيتي آه رحت قعدت نحوس الفيسبوك هنا في الصيف يعني آه الحفافة الحفافات ملاح وكنت هدرت معاهم كامل كي يشوفوا شعري يقولوا لي ما نقدروا والو يعني سي شعرك راح فيها <applause> راح فيها بالعاميه المهم فتحت آه سلطانه اللي هي عفاف نتحيا من هذا المنبر رحت لعندها شوفوا نحت لي البنات هذاك اللون تاع الديكاباج متنحش كامل بصح حاولت تنحي يعني سحب اللون ودارت لي البروتين يعني كثر خيرها خرج لي بروتين يهبل وشنو ما شدليش بزاف باسكو على شعري من تحت مكسر يعني اشاك فوا لازم نقطع 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 حتى يتنحى كامل قلت لكم البروتين يا ربي شهر ونص ولا شهرين مي الحمد لله دوكا شعري بدا يركراني بدا يولي آه كيما كان الحمد لله دوكا راني نخليه شويه جوست يريبوزي نعاود ندير لي ماش ولا البالياج كل وحده فيكم تقول لي واش يخرج عليها الالوان واش تحب تدير قلت لكم انا من نوع الشاق شو من عشاق اللون الاصفر انا نحب ندير البلاتين دائما <applause> يعني ملي بديت ندير ليماش ولا البالياج في شعري نحبو بلاتين آه قلت لكم مي تخيلوا البنات عندي تقريبا عام ونص ولا عامين شعري ما ل ما درتلوش يعني لا لي لا البالياج نحس روحي هكا شغل تحسي روحك ان نورمال هكا كي نشوف روحي نشوفك كحل باسكو انا شعري نوار كوربو نحس روحي ساباب با باسكو انا والو شعري دايما نديرو هكاك المهم هدرت معاكم بزاف وحبيت برك نشارك معاكم هاد الفيديو ونطمنكم عليا نقولكم بلي راني يعني بخير الحمد لله برك البنات قلت لكم يعني سبب الغياب تاعي برك كنت راني مريضه شويه كنت تسمعوا صوتي كيف راه وهنا شوفوا كيفاش تخدمهم لي هنا زادت نقصت لي شويه باسكو حسيتهم طوال شويه صدقت قلت لها نقصي لي شويه باسكو باش نخدم الشغل وعبالكم لكم قوساي باش ما نتجرحوش شو وكامل شوفوا البنات نص ساعه الاولى برك اللي تحسوهم سافا با في يديكم تحسوا بلي حاجه ماشي نورمال مي صدقوني تولفوهم ولفتهم نغسل بهم تخيلوا الماء نغسل بهم حوايج في يدي هكا كيكونوا عندي حويجات صغار نغسلهم يعني واش نقول لكم يهبلوا يهبلوا شوفوا هنا قوساي راهو تفرج حتى هو يشوف شاي دير الماما كيما قلت لكم البنات هذا الفيديو راهو ريجيستري من قبلها وقصاي لابس المونش يعني كان ليامات قلت لكم تاع العيد تاع رمضان الاخرين يعني التواله كان شويه تاع البرد آه هذا هو البنات قلت لكم اي معلومات على سلطانه على عفاف ومريم تلقاهم في صندوق الوصف ولا في التعليق المثبت آه صدقوني يعني في اوريسيا هذه الحفافه الوحيده اللي لقيت عندها راحتي وعجبتني ونهار يعني حبيت نديرهم قلت لها ولا غير نصور كان عندها هما الميامات من ملي فتحت قلت لها ولا غير نصور ونبارطاجي مع البنات يشوفوا خدمتك ويشوفوا الصالون ديالك آه مي قلت لكم قدر الله ما شاء فعل يعني ما كنتش حبت فيديو وهذا الفيديو لغير غير كارديتو حتى راني رجعت الحمد لله شوفوا البنات النتيجه النهائيه شوفوا كيف شجع جويها يهبلوا درت هذا اللون خيره للزوج كنت حابه ندير لون هكا شويه يكون شباب يعني انا حابه كنت حابه الجون البلو كامل مي الزوج تاعي قال ما تخرجي بهم يعني حتى في العيد قالي لي امبوسيبل نخرجك بهذاك اللون هو خير لي هذا اللون قولوا لي البنات كيف جا جاوني جاوني شابين نقول تلقاو في فيديو جديد ان شاء الله سلام سلام حبوبتي ان شاء الله نلقاكم في هذا الفيديو بخير على خير ان شاء الله تكونوا مهنيين وبصحه جيده ان شاء الله جيتكم فيديو اليوم نتمنى ينال اعجابكم جبت لكم البنات كما قلت لكم كانت عندي عراضه يعني عرض سلفي درت له واحد الاطباق بالسمك كان عندي شتو كنت ليله من قبل جبت السمك شاركت معكم حساء السمك شاركت معكم دولمه تاع السردين الحوت مقلي بواحد التتبيله رائعه المهم حبيبات قلبي نقول لكم ما تنساوش تكملوا هاد لا فيديو ما تنساوش تدعموني بلي جيم وبارطاج وتخلوا لي تعليقاتكم في هذا الفيديو نقول يعني على ما حطيت لكم في الفيديو البارح آه كنت متأثرة بزاف بزاف المهم البنات دوك نبدأ لكم الوصفات ويعني كي نكون نخدا مكامل نحكي لكم نقول آه لكم حبوبات قلبي أول وحدة تخلي تعليق من أصحاب قنوات أنا يعني حندعم القناة تاعها يعني نثبت لها التعليق هكا يدخلوا لعندها كي ما ملي اللي رجعت نثبت تعليق للقنوات شوفوا البنات الحساء السمك كيفاش جاء آه هنا سمحوا لي راني خارجة من احمد قصي نسكتو ولا وين على هذه قلت ندير مونتاج من بعد نحط لكم الفيديو هنا اول حاجه البنات انا راح روح تتبيلة التتبيله تاع الحوت ولا السردين هنا عندي القزبر والمعدنوس يعني عندي فلفل احمر عندي الدرسال الكمون سبع بهارات وعندي ثوم آه شوية فلفل حار زنجبيل وهنا البنات دبس الرمان ونزيد لكم مكون واحد اخر واللي هو البرتقال يعطيكم واحد الذوق مميز مميز وهنا درت معاكم درت شوية تاع الزيت وشويه تاع الماء هكا باش هاد التتبيله تتخلط لي مليح ما تنساوش الملح وانا كنت يعني ليله من قبل حطيت الملح في الحوت ديالي باش يتشرب مليح على بالكم باللي الحوت لو كان يجي صامت آه يعني مسوس ما يجيش بنين هذا هو البنات البرتقال اللي قلت لكم عليه كان عندي في المجمد نزيد الملح قلت لكم البنات كاين هنايا حنتبلو ونحكي لكم كاين بزاف لي معايا في الفيسبوك على ملهم بلي خويا كان مشارك في بطوله العالميه للملاكمه أه الحمد لله يا ربي أه كان كانت عنده الكومبا الاولى مع البرازيلي أه فاز على البرازيلي بالضربه القاضيه يعني اقل من زوج دقائق أه الحمد لله يعني النعمه من عند ربي سبحانه وهذه أه موهبه أه الكومبا الثانيه كانت عنده مع مع روسي والبلد المنظم كانت في روسيا أه واش نقول لكم البنات يعني كانت كومبا بزاف واعره كي ديجا كي هاد المهم يعني الحمد لله خويا كان ربح الحمد لله يعني لك الحمد والشكر يا ربي البنات نقول لكم مسكينه آه كان رابح رقد وناضل قا روحو خاسر يعني دارو طعن آه باسكو البلد المنظم ما كانش من هاي مسكين رقد وناضل قا روحو طعنه طعنو خويا كان رابح خمسة زيرو آه رجعوه يعني هو زيرو هذاك هذاك الروسي خمسة آه حسبي الله نعم الوكيل ربي يعني يتولاهم قلت لكم يعني بزاف بلدان كانوا دعم الخويا الحمد لله ما عاد الجزائر ما قدرت تدير طعن ما قدرت يعني هذوك المدربين ما داروا والو كانوا قادرين البنات تما كينهوا هذه المهزله وينسحبوا لانه هذه ثاني ثاني واحد خويا كان قبل خويا صاحبه يعني نفس مع نفس الفريق كان معاه ثاني مسكين وهو واقف خسرو وخويا رابحنا نقدوا وناف نلقى روحو خاسر باقي كان رايح يلعب البارح مع بيلاروسيا المهم البنات على هذه كانت نفسيه تاعي زيرو الله مستعان وكنت دائما نبعث لخويا نهدر معاه ان الله كان نشوف كيفاش راهو كامل عبالكم واعره بزاف بزاف تخيلوا نتوما زعما واحد تشوفوا اسمكم فلاليس باللي جبتوا الباك ترقدوا وتنوضوا لكم ها اه ما جبتوش الباك واعره بزاف المهم على هذا هو البنات السبب آه الله مستعان الحمد لله عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم هنا كما راكم تشوفوا درت شويه زيتون في هذاك الخبز باش نحمصه درتو في الفور وهنايا كنعيط لي ستين قال لي بلي فوالا ربح مع البرازيلي ونسيت الخبز حركتو حتى عاود خبز واحد وشنو ما كانش عندي الوقت باش نصور لكم هنا حندير البنات حساء السمك هنا عندي الحوت انواع تاع الحوت تاع لاسوب درت شويه زبده شويه زيت عندي حبه تاع الطماطم نحيت منها القشور ونحيت منها الزريعه عندي الكرافس هنايا شوفوا آه لازم البسباس ما كانش عندي البسباس ولازم البنات البسباس وحبه تاع انا ما كانش عندي البسباس درت غير حبه تاع اللفت وحبه زوج حبات تاع البطاطا كيما راكم تشوفوا قطعتهم هكاك صغار البنات شوفوا واش جات جت بنينه 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 كيما ناكلوها في المطاعم واحسن يعني جات واحد الذوق يهبل بصح درت انا فيها زريعه البسباس باسكو ما كانش عندي وبعثت يعني بنت جارتي تشري لي ما لقيتش مع العشيه قالت لي ما لقيتش المهم كيما راكم تشوفوا نقطعهم هكا صغار باش ما مي يعني ما يدوليش وقت ويطيبوا على بالكم باللي السمك ولا الحوت ما فيهش الروح انا بعد ما طاب لي الحوت نحيته هو الاول كانت الخضره مازال ما طابت نحيت الحوت نقيته من الشوك وفتتو كامل بس من بعد نميكسيه ويعني نتاكد باللي ما فيهش الشوك نحيت منه هذيك الجلده وخليت الخضره تاعي تكمل الطيب من بعد ميكسيت كلش على خطرة واش نقول البنات والله نتمنى تجربوها هاو قلكم التوابل اللي درت هنا البصل ثاني يعني نقطعهم بهذه الطريقه اه يعني شرائح اليوم انا واخيرا نقول لي بصحتك بصحتك نسرين اليوم انا خارجه فاكونس راي الشتاء نقولكم نقول لكم باسكو ديسيدينا ما البحر للبحر المهم انا دوك ما عليكم لي فيديو الجايين نقولكم لكم نشارك معكم كامل وين رحت خليت يعني شويه ناس ينقصو كامل مع الدخول المدرسي يعني ما غاشي بزاف على بالكم ولينا نخافو هنا حبه عزروديه وزوج فصوص تاع ندير شويه تاع الملح لبنات اهم حاجه الملح ما ديروش بزاف في الحوت تاعكم هنا شويه تاع الكمون شويه فلفل حل وهاي البنات مغرف كبيرة يعني مش كبيرة تاع الماكلة تاع ديسير تاع زريعة البسباس وندير الرند هنايا كيما راكم تشوفوا جبت الطاجين تاعي جهز الطبق بنين وحار باسكو الفلفل اللي كان عندي حار هنايا عندي بصلة عندي التوم عندي الفلفل حطيت كمية مليحة تاع الزيت حبة تاع الطماطم نحط كلش على خطرة باسكو حنستعمل الطاجين هنا حبيت نسقسيكم اه شوفوا البنات على بالكم بلي الفايونس راه في مارون والخامه ما راهي شتو كيفاش الالوان تاعها حبيت هذاك البابي تاع طنوا دي نديرو في الرخامه يعني في الفايونس آه نغلفه كامل هذاك البنات طروادي عرفتوه يعني مش هذاك الكاغ الطرقيق اللي كنت ديجا استعملته من قبل اللي كانوا معايا في الروتينات في الدار القديمه آه مهم قولوا لي رايكم باسكو كنحس لي فيديو تاعي مملين انا وحده من الناس نحس شغل ما كانش ديكور عادي يعني فهمتوني ما عندي الاضاءه وعندي كلش هنا نديرهم داك الملح فلفل الكحل شويه كمون ودرتو فوق يعني فوق النار طيب لي شويه هذيك الخضره تاعي هنا السردين السردين البنات ما تطحنوهاش مليح درت شويه معدنوس ودكت الثوم شويه تاع بصل وهنا الرز كنت غليته ما درتش بزاف درت حوالي نص كاس برك غليته هذه هي الكميه اللي خرجت لي نحاول البنات ندخل كامل هذه المكونات هنايا صفا صاحبتي قالت لي حتى حنا يعني هما يديروها في الطبق وحنا نديروها في الطبق قالت لي نسرين ما ديريش البيض باسكو آه كديريه في الفريجيدار يعني ما يتفتح لك يقعد حاكم مراحو وانا البنات كان راح عليا الحال اضطريت آه انو ندير يعني حبه تاع البيض باش تسهل عليا آه يتماسك في الطاجين ديالي نديرهم البنات كيما راكم تشوفوا بهذه الطريقه كاين بزاف اخوات كنت جربت معكم هذه الوصفه من قبل يعني بدايه قناتي ودائما تقول لي نسرين عاد تاع السردين تاعك كتجي هايله نقول لكم البنات جربوها ماكوش حين تندموا ما على باليش يعني انا ما نعرفش الولايات كامل اذا يديروها في الطبق بصح ناس الوسط يديروا هذا الطبق بزاف بنين <applause> وكان يديروا صوص طوماط وحدها يعني بلا طوماطيش والفلفل كامل انا حبيت هذه الخضره نديرها كيما تكتوكه زدت لها شويه داك الصا في الفلفل الاحمر انا خدمته وندير شويه تاع الطماطم مصبره هكا على جال اللون ونحط الكريات تاعي تاع جيت حاقول تاع الدجاج تاع السردين المهم حبوا هذا الفيديو نقول لكم عيطوا بيتي خويا دعموه بالتعليقات قولوا له كلمه طيبه كما قلت لكم عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم مشفنا بل بالك هذا كما داروا له يعني هذا الهده ان شاء الله تكون خير لي ان شاء الله يتصلوا به بلد اوروبي هكا كبير يجيبوا له حقه ان شاء الله يا ربي من هذا المنبر نقول له خويا بالتوفيق ربي يخليك لي ان شاء الله وبالنسبه لي انت بطل وبطلي وتبقى دائما البطل يا ربي أه وش نقول لكم حبوبات قلبي هذا هو كان شاتع تاع ضيوف آه كنت حندير مخيطو ما الوقت هادو ما لي صوص درت صوص الجيريان آه بالهريسه وحطيت يعني هذا لي كامل كما راكم تشوفوا دبس الرمان درت الثوم وزيت والليمون داك ليمون وحده هنا الخبز كيما شفتو كيما عاود حمصتو قدام تحرق هنا داك السلطه عاديه زدت قليت حبيبات تاع بطاطا باسكو على بالكم بلي يحب بزاف البطاطا هذا هو حبوباتي نقول لكم تهلاو بزاف بزاف في صحتكم ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله ونقول لكم ما تنساونيش بدعمكم ما تنساونيش بارطاج ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله سلام سلام حبوباتي ان شاء الله نلقاكم في هذا لا بخير على خير ان شاء الله تكونوا مهنيين وبصحه جيده ان شاء الله جيتكم فيديو اليوم كنت كانت البنات عندي طريق يعني رحت لدارنا ورجعت حبيت نشارككم وحده روتين بعد ما رجعت يعني بعد ما خرجت من دارنا رحنا للالجي يعني العاصمه جوزة وحدة نهار بزاف شباب وهنا شاركتكم مقتطفات وشكلينا دايما نحب ناكل حاجه سبيسيال يعني كي نخرج باذن الله البنات عندي الوصفه تاع هذا الدجاج حنجربه معكم هنا شوفوا اول ما دخلت رقه احمد قصي ونوريكم البنات الباذنجان تاع المكدوس الفيديو اللي فات قالوا لي الاخوات نسرين وريهن مليح شوفوا البنات شحال صغير جاي موف هذا البتنجال لاحظت فيه انه كي نغلوه ونقطروه ماهوش رايح يولي بيض يعني يقعد لونه اسود بصح كما قالت لي عجوزتي بنين هذا الشيبس البنات هايل 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 سبايسي يعني يحرق واش نقولكم يهبل شريت شويه جوز باش نحشي به المكدوس هنا كنت جبت 13 كيلو تاع المكدوس وهذاك النهار كيما شاركتكم مشتريات كان جاب لي الزوج 3 كيلو باش نجرب المكدوس وهنايا دارنا يحفظهم ان شاء الله هما لطوني هذا العنب آه وش واش نقول البنات العنب هايل كليت وكلت الحمد لله يعني مديت الجيراني يعني ومديت هكا الناس اللي نعرف آه كما كي كيما كنت فوق آه هنا يا هنايا جبت يعني ثلاث انواع تاع العنب واش نقولكم يهبل <applause> سكتوك يكون بارد المهم هنايا يا مقبل ما نديرو كامل فريجيدار ونحيه من الكاجوات وكامل قلت لكم يعني بعثت الجيراني الحمد لله على هذا النعمار ربي علينا وعليكم ان شاء الله هنا أه كنت ديت معايا لاكلاصيغ قلت باش كي نكونو مولين يشري لي زوج شويه تاع السمك يعني كنا نشوف في الفيسبوك يقول لك الحوت راه رخيص تكدينا ورخيص شفت أه يعني في بومرداس سد هذا لي زونفيرون تاع البحر مي البنات والله غير لقيتو أه واش غالي على البلاصه اللي نسكن فيها بصح هكا ديناها كامل ولا الزوج شرا أه قاعد قعد البنات مكونجلي كانوا داروا لنا شي هذاك لاكلاص ولي كلاسيير تاعي هنايا رمان جبت معايا من دارنا رومان والطعام اللي كل مره مسكينه يما كل ما نروح تعطيني شويه تاع رومان آه شو تاع الطعام عفوا وهنا نوريكم واحد البريوش تخدمو تاني ما يجي هبل يهبل, يهبل. آه بربي ان شاء الله نشارك معاكم الوصفه يجي هايل ريحته البنات قارس وتشينة وش نقول لكم هاي شوفوا شحال خفيف وهنا كان هي كان عندها عكس دارت القريوش وخلات لي حبات ليا وهاد الكونفيتور تاني تاع العنب كانت خدماته وباقات لي طيه القصي كيما تشوفوا البنات صدقوني آه بعد الوالدين وبعد الاهل ما كان حتى واحد يحوس عليك كاين بعض الناس يحبوك ويشتوك وكامل مي اغلبيه تقول كيما انا عندي صفة صاحبتي واش هي الاخت الثانيه اللي ما ولدتها المهم ربي ان شاء الله هاي فرحه ويحفظ لها وليداتها ويحفظ لها الزوج تاعها هنايا بعد ما كملت هذاك كامل هذاك الشغل ووريت لكم كامل درت ديرت البنات درت العشاء خفيف الزوج تاعي بديت غسلت الماعن وبديت نقي هذاك الحوت لازم ننقيه ونديرو نقطرو مليح ونديرو فليساشي باسكو جبت كميه لاباس بها يعني قسمته على بعض الطبقات كيما راكو تشوفوا الحاجه المليحه انه الحوت يعني نظفوه وانا متعوده يعني نشريه السردين نشريه من يعني في بومرداس ما يعني ما ينقوهش يبيعوه هكاك المهم نقيته كنت عيانه واش نقول لكم البنات الطريق يعني كنت ما بتش بزاف في دارنا يعني قعدت يوم واحد رحت زعما يعني كيما اليوم بت الليله غدا من داك الصباح خرجنا ورحت لالجي كيما قلت لكم قضينا وشرينا وحوسنا وكامل ورجعنا انا كيفاش السمك البنات ولا اي حاجه وهذا يعني بعد من بعد غدوه من ذاك انه عندي ضياف نشارك معكم طاوله ضيوف تاع سمك غدوه ان شاء الله نشاركها معاكم قلت لكم البنات نحاول نقص كامل الشغل ليله من قبل هنايا هذا الحوت اللي جبناه تاع لي بواس تاع لي سوب دو بواسون واش نقول لكم جات بنينه تهبل حنشاركها معاكم ثاني قلت لكم فروتين الجاي يكون شويه طويل بصح هكاك اي وصفه تحوسوها تاع الحوت حين تلقاوها باسكو درتيها اطباق ما نختارلكمش الفيديو واحد الاخت قالت لي نجاوبكم البنات على زوج اسئله منها في هذا الفيديو واحد الاخت قالت لي نسالينا كي أم علينا نقول لكم البنات والله العظيم ما راني ما والو كلشي خرجت كيما على بالكم باللي كي ولدت قصاي سيزاريان ما دخلت ليش كلشي ومن بعد نزلت بعد غروسيز اريتي خلاص يعني كلشي خرجت لي وسورتو هاد البيريود سمنت سمنت بزاف من كورونا ناكلوا عملكم ناكلوا ونرقدوا كنا نديروا التحليات وكامل وانا عندي الكواتر كي كون سافا با ننتفخ هذه هي البنات أه سينو لو كان زعما سقسيتوني نجاوبكم اذا كنت اونسان نجاوبكم اذا ما كنت اونسان نقول يعني بزاف تعليقات يجوني في هذا الفيديو وواحد الاخت تاني واستقساتني سنجاوبكم البنات شوفوا هنا كشاني نقسم الكميه سواء من ناحيه السردين شفتوا الخشين درتو وحده ورقيق درتو وحده باسكو هذاك الرقيق راني حنحي منو هذاك الشكل داخل وندير به واحد الطبق رائع هي دولمه تاع الرز ثاني تجي بزاف بنينه واحد الاخت سقساتني قالت لي وين آه وين في العاصمه تشرو تشرو لوازم السورية نقول لكم في باب احسن يعني متوفر فيها كلش آه سقساتني على السعر تاع الكنافه والله نسيت ما سقسيتش الزوج تاعي بالنسبه للباذنجان تاع المكدوس كاين اللي داير 15000 وكاين اللي داير آه 10000 بصح باذنجان بنين والداخل يقعد هكا كبير هنا بعد ما قسمته كامل خليت هذاك الحوت الساقدين على اساس البنات آه ما كانش عندي ضياف من بعد زدت شريت شوية حوت توصف في الفيديو تاع غدوك تفهموا وستقدي الاخر مع تاع آ... لي سوب درتهم في هذا الساشي كنت كل حاجه نديرها في ساشي وحدها درتهم في هذا الساشي ودرت يعني درتهم كونجيلاتو باش ما يطلقوليش يا هنايا باسكو هذا الحوت راني حنستعملو غدا ان شاء الله قلت نملحو برك ما نديرلو لا ثوم لا والو وهنا تخيلوا البنات كانت العشره ونص تاع الليل كنت عيانه خلاص قلت لازم نكمل هذا الشغل درتلو غير الملح يشرب هذاك الملح تاعو قلت غدوه نديرلو بالنسبه للبنات لهذاك الماء اللي كنت تشوفوا فيه في الطبسي تحت الكسكاس هذا الام المرضعه اللي يكون ناقص الحليب وكامل ماني مسكينه ربي يحفظها كيما ولدت وصي كنت تقول لي شربوا الماء تاع الحوت من ما نقدرش نشربو آه يقول لك شربوا هذا الماء تاع الحوت يجيكم بزاف الحليب المهم مجرد معلومه قلتها لكم آه لعل وعسى ساكش وحده هكا تفيدها وكامل اوكي اللي الله غالب آه على جال وليدهم على الحليب يشرب كلش آه ما يصدقون انا ما قدرتش نشربو فوالا البنات كيما راكم تشوفوا بعد ما كملت لما آه لما هذاك الحوت ونقيت كامل الحوت جيت لهذيك البلاصه وين كان العنب كيما كنت تشوفوا فرقت كامل هذوك الصنادق تاع العنب قلت لكم اللي مديت هديته هديته واللي درته في دار درته ومن بعد آه بديت البنات كنست كامل هذا هز الهول هذا انا عندي هول آه ومسحتو ومسحته بالنشاف كيما راكم تشوفوا بعد ما نشف فرشت هذا الزربيه وهذاك الباذنجال باش ما نخليهش يعني فليس على حطيتو البنات في هذا وفتحت التواقي تاع الكلواخ باش هكا قالت لي عجوزتي كي ذبال الباذنجال تاع المقدوس يجيك اسهل من انه كديري حبه يعني هكا كيابسه خلاص يعني ما تنشفلكش بالخف مجرد معلومه كنت تقولهم لي وانا يعني يعني شاركهم معكم من بعد رحت البنات كان عندي الحوايج لازم نغسلهم وسكتو انا في الليل يكون عندي الماء يعني يجينا الماء يطلقوه لنا في الليل درت الحوايج جيت غسلولي لي أه وشنو ما حتى الصباح شوفوا كيما راكم تشوفوا الماشينه راهي كاع غبرة باسكو جايه في البالكون كي راح تشوفوا البنات لازم كل يوم نمسحها سينو تتغبر المهم قلت ان شاء الله هذا الاسبوع ندير لها غسله مليحه مليحه ونشارك معكم كيفاش نعتني بها وكيفاش نغسلها هنا البنات بعد ما أه درتهم يتغسلوا سي بون راني يعني, يعني خلاص هنا عييت وحبيت نرقد برك نروح نرقد نقول أه كم حبوباتي تهلاو بزاف في روحكم ما تنساونيش بلي دعم ما تنساونيش بارطاج تعليقاتكم الجميله ليش اول ما حطيت الفيديو كانت القناه يعني مشاهده مليحه حاليا المشاهده كامل ناقصه ما فهمتوش هو السبب ما اننا ما نديرش عناوين الكاذبه يعني الصوره المصغره نديرها على محتوى الفيديو يمكن هذا هو الاشكال لو كان ندير عنوان تيري المشاهده تطلع والقناه تطلع الله مستعان نقول لكم حبيبات قلبي تهلاو بزاف بزاف في صحيحتكم ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله سلام